فوجئنا جميعا وموضوع سبق واتكلمنا عنه، عن اختفاء مريم حنة عبده، وده الموضوع اللي كان ظهر منذ حوالي 10 أيام، يعني عرضناه أمام حضراتكم من قبل، لكن هناك تطورات جديدة وهناك ما زال اهتمام من الرأي العام القبطي في هذا الموضوع، اختفاء مريم حنة عبده من منيا القمح محافظة الشرقية، عمرها 23 سنة، متغيبة بقالها 15 يوم بالتحديد من يوم السبت 17 نوفمبر الجاري. معنا في هذا الشأن الأستاذ رضا إبراهيم ابن عم مريم من الشرقية. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا استاذ هاني. اهلا بحضرتك. يعني كان هناك بعض الاقوال عن حدوث تطورات في موضوع مريم، تطمن الساده المشاهدين ايه الوضع الان؟ الوضع الان يا استاذ هاني ان حضرتك المعلومات اللي قلتها وسمعناها ده كلها سليمه، هي فعلا من يوم السبت الماضي كانت هنا بنتنا بتزور اهلها يوم الخميس والجمعة كالعادة، وسافرت يوم السبت علشان هي مقيمة في بيت تبع الكنيسة هناك في العبور عشان دراستها في السنة الرابعة معهد العبور العالي نظم والمعلومات، ووصلت هناك الجامعة، وبعد فترة طبعا ما رضيش ان هم يدخلوها الامتحان بحجة انها ما دفعتش المصروفات، وبعد شوية حاجات كده وقت للأسف لما ما دخلتش خرجت، ومن ساعتها التليفون اتقفل. آخر مكالمة عملتها كانت يوم السبت ده الساعة 4:40 دقيقة لخالتها، ولم نعلم عنها شيء حتى تاريخه حتى الآن. طبعا احنا التصوني دميانا اللي هي مسؤولة عن المبيت اتصلت على استاذ ونويس حفظ كاهن الكنيسه عندنا في كفر الدير يوم الثلاث مساء. من اللحظه دي بقى الكل جري، ابلغ للشرطه، محضر الشرطه، طبعا رفضوا يعملوا محضر لها في العبور بحجه ان احنا ما عندنا، هي ما اختفتش عندنا. ايش بقى لسه تم تكريس كاميرات ولا حاجه من دي، وطبعا اخوها تركت الامر في صدمته، ارتد على المنيا القمح عمل محضر شرطه هنا، والشرطة من هنا بقى بتمارس العمل بتاعها على أكمل وجه. بس الحقيقة احنا بنوصل هدفنا من المكالمة دي يا أستاذ هاني نوصل صوتنا وصرختنا لكل مسؤول، لكل مسؤول من رئيس الجمهورية إلى أصغر مسؤول. احنا يعني هدفنا من الصرخة دي إن الكل يسمع، الكل يعمل. وتفضل شوف السؤال اللي عند حضرتك. كان طلع بعض الكلام او بعض الاشاعات، طبعا بعد الكلام اللي سمعته من حضرتك كان سبق طلع بعض الاشاعات ان هي موجوده في مديريه الامن بالجيزه، وان بحضراتكم اهل مريم في طريقكم لاستلامها. ايه راي حضرتك في هذا الكلام؟ صح، الكلام ده فعلا وصل واتقال لنا من شخص اسمه فادي يوسف ان بنتكم موجوده في مديريه امن الجيزة، واحنا صدقنا الخبر لان احنا غرقانين وبنتعلق في قشه زي المثل ما بيقول. ايوه، ما كذبناش خبر وجرينا انا رضا اللي هو ابن عمها واخوها عماد معايا، ورحنا مطرميه الجيزه اولا عشان دي امنا، وعلشان ناخد بركة سيدنا وتوجيهاته ونروح مديرية الأمن. ما لقيناش سيدنا الأنبا السدس موجود لأنه كان بيصلي في قداس وعنده اجتماع للآباء الكهنة. استأذننا ورحنا مديرية الأمن وخدنا معانا حد لينا، وكان معانا أحد الإخوة برضو اللي كان أمين، ويعني سألنا كل قسم وضربنا على الأجهزة، قال لك لم يسأل حتى شرطة الآداب، سألنا حتى الأسلمة، سألنا تمام
تمام. طب مطلعين شهاده ميلاد يا استاذ هاني كمان انها ما زالت مسيحيه، يعني كل الابواب طرقناها. يعني رحتوا مديريه امن الجيزه لو سمحت لي، لو سمحت لي، رحتوا مديريه امن الجيزه، رحتوا مديريه امن الجيزه وما لقيتوهاش هناك. وقالوا ما فيش لها اسم هنا عندنا خالص. تمام تمام. حضرتك تحب تضيف؟ وعلى فكره، وعلى فكره كمان يا استاذ هاني، على فكره لا يعني تنظرنا المحضر اللي احنا عاملينه شرطه ميلا القمح في اليوم والتاريخ بتاعه، قالوا فعلا المحضر موجود اهوت وجاري العمل وجاري البحث. تمام. لكن هي مش عندنا. تمام تمام. متشكر جدا لحضرتك. معنا على التليفون بقى الاستاذ حنا عبده والد مريم. مساء الخير يا فندم. ايوه استاذ هاني، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا يا سعاده الرئيس. اهلا طمنا طمنا على احوال الاسره في الاول لو سمحت. كويسين تمام، بس تعبانين، تمسكتهم تعبانه كلهم. أيوة. كلهم تعبانين خالص حضرتك، كلهم تعبانين. تمام. ايوه يا فندم. ايوه حضرتك دلوقتي راحت الكليه يوم السبت، راحت عشان تخش، ما دخلتش الكليه عشان موضوع الكرنيه، واخد بال سعادتك؟ ايوه. قالوا ما دخلتش عشان الكرنيه، فحصل منشح لواضح عشان ما دخلتش، رجعت طبعا ما دخلتش الامتحان على كلامه الكاميرات اللي كشفوها، قال هو ما دخلتش الكليه، طلعت بره الكليه قعدت تستنيها لحد الساعه 11 38 دقيقه. ماشي؟ ايوه. معايا سعادتك؟ سامعينك. ده الناس مستنيه لحد الساعه 11 38 دقيقه. ايوه. بره بره الكليه. ودنتها شويه كده، دنتها مشت في الشارع وبعدين ايه اختفت بعدها، واخد بالك؟ الكاميرات ما خلصت، الكاميرات الكليه ما عادتش بتجيبها واختفت، وتليفونها اتقفل بعد الساعه 5 ونص، الساعه 4 ونص كلمت خالتها، بعد كده التليفون اتقفل 4 38 دقيقه، كلمت خالتها والتليفون اتقفل بعدها. ايوه. من ساعتها يوم السبت استنوا السبت والحد والاثنين والثلاثة اخر النهار بلغونا. تمام. بلغونا اخر النهار بالليل. تمام. طيب لو سمحت لي، هل كان ليها اي مشاكل مع الاسرة؟ لا 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 لا، من المتفوقين يا سعادة الرئيس. ايوه يعني مخادمة في كنيسة الملك مخيم صفر الدين. ما حدش فيكوا زعلها يعني؟ لا 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 يا سعادة الرئيس، لا لا. متناولة يوم الجمعة وماشي حضرتك. متناولة يوم الجمعة وماشي. ايوه. هل هناك يعني أي شيء اختفى من يعني هدومها، ذهبها، صيغتها؟ لا. لا، كان كله، كانت واخدة كل حاجتها. كل حاجتها كانت موجودة لسه. احنا دلوقتي عملنا بلاغ في مركز ميناء القمح بعتك. أيوة. في العبور، العبور ما عملوش لهم محضر، بتوع العبور ما عملوش لهم محضر. أيوة. لا المحضر دي بقى في بلدكم هناك، فاهمني يا استاذ هاني؟ ايوه. فراح عملوا المحضر في المركز بتاع ميناء القمح، وحاليا المباحث جاريه في الشغل بتاع، يعني ايه بيبحثوا على الام معانا، دلوقتي ظابط المبعث قال لهم هيجي كمان شويه، وخالتها جت اللي هي كلمتها اخر واحده عشان يشوفوا الكلام، عشان طلعوه من التليفون وشوفوا الكلام ده صح ولا ايه اللي بالظبط حضرتك. تمام تمام. طيب انا سامع يعني يبدو ان في والدتها بتتكلم مع حضرتك، لو تحب هي تتكلم على التليفون وتقول لنا حاجه. ماشي يا فندم. اهي الو. ايوه. ازيك يا امي، ازاي صحتك؟ الحمد لله الحمد لله. دلوقتي بنتي اختفت. أيوة. بنتي متناوله يوم الجمعه. ايوه. ومشت يوم السبت راحت تمتحن. ايوه. كسروا لها الكارنيه بتاع زميلتها ومش بتاعها، وما رضوش يدخلوها الامتحان. ايوه. وجم عشان مشت اختفت بعدها، جت كلمت خالتها الساعه 4 ونص، بعد كده التليفون نقفل، ما نعرفش بقى راحت فين حته. تمام. فكاني ان هي عندها في الشقه بتاعتها ما بلغتش الا ربع يوم، ومبلغت بالليل.
ما بلغتناش، ده بلغت قبل شهر بتاع الكنيسه بعد مرور 4 ايام. احنا نروح فين بعد 4 ايام حضرتك ندور عليها؟ ايوه مش عارفين نعمل حاجه ولا عارفين نتحرك. ايوه وبنتي هم المتفوقين كل سنه بتطلع الاولى على الكليه بتاعتها، اعمل ايه يعني؟ انا قلبي واجعني على بنتي. اكيد اعمل ايه؟ احنا مش عارفين نعمل حاجه ولا عارفين نتحرك. تمام لو ممكن تدي التليفون للمقدس حنا لو سمحتي. ماشي يا راجل. ايوه استاذ هاني، حضرتك تحب توجه اي نداء؟ العالم كله بيسمعك دلوقتي. ايوه يا باشا، بنتنا تيجي، احنا عايزين بنتنا تيجي ترجع بالسلامه لمديريه الامن وكل الدنيا تشوفها لنا، ترجع بنتنا بالسلامه بس عشان امها مسرقه وامها تعبانين زي ما انت شفت كده بس. أيوة. تيجي لنا بالسلامه. ايوه باذن ربنا. حضرتك تحب تضيف اي شيء اخر قبل نهايه المكالمه؟ الو، في واحد، في مشكله يا استاذ هاني عايزين نتكلم فيها سريعا لو سمحت. هنا خد. الو. ايوه يا ام، عندنا مشكله في كفر عبد الملك منصور تبع ابونا زكريا جورج، وجردوا الاب الكاهن دول من عيشته كلها، بنى لنا كنيسه، بنى لنا مترانيه كبيره، بنى لنا حاجات كتير، وفي الاخر دي المكافاه بتاعته ان احنا نجرده من عيشته واب كاهن مش مخلف. ايوه طيب بس يعني ده هيبقى موضوع تاني نتكلم فيه الحلقه الجايه، بس خلينا نركز الاول على موضوع عشان الاب الكاهن ده تعبان جدا وما عندوش عيال. حاضر الحلقه الجايه نتكلم في الموضوع ده. حاضر. يعني ماشي هترن على التليفون دوت حضرتك ونكلمك على المشكله دي باذن ربنا. باذن ربنا يوم الثلاث. حاضر، متشكر جدا لاسره مريم بحنا، ويعني زي ما قلت لكم او زي ما سمعتوا عندهم مشكلة أخرى في الكنيسة، ده هنعرضها في الحلقة القادمة، لكن علشان نركز الأول على موضوع اختفاء مريم حنا، يبدو أن هناك تفاصيل جديدة زي ما سمعنا من أسرتها أن تاسوني اللي هي اللي بتدير الدير اللي أقامت فيه مريم حنا أثناء فترة دراستها اتأخرت عن إبلاغ الأسرة بعد اختفاء مريم ب4 ايام، وده طبعا للاسف يعني عطل التحقيقات وعطل الشغل المباحث وعطل جهود العيله علشان تروح وتدور على بنتهم. زي ما عرفنا انها كانت من المتفوقين في كل سنه، وزي ما سمعنا ايضا من الاسره انه ما فيش اي خلافات او اي مشاكل او اي زعل بينها وبين أسرتها، وبالتالي مستبعد جدا إن هي تكون هربت منهم مثلا أو تعرضت منهم لأي مشكلة. طبعا يعني هناك العديد من علامات الاستفهام اللي بتحصل اليومين دول، خصوصا باختفاء القبطيات قاصرات وبالغات، لكن اللي أنا برجوه من كل النشطاء وكل الناس اللي تدخلوا وأعادوا جيني عزيز الأسبوع اللي فات، ولما عرضناها أمام حضراتكم الحلقة اللي فاتت سمعنا كلام جميل جدا عن تكاتف المجتمع كله، أمن وأفراد وضباط وكنيسة وكهنة وحقوقيين ومحامين، وكل واحد كان له صلة بأي ضابط رفع سماعة التليفون واتصل بيه، وتكاتف الجميع علشان يرجعوا جيني عزيز، وبالفعل وجدوها في مديرية أمن الجيزة، أو لما عادت إلى مديرية أمن الجيزة، يمكن ما نعرفش باقي التفاصيل عن عودتها أو كيفية عودتها، لكن الشيء الجميل هو تكاتف المجتمع كله بكافة يعني أفراده أو
مناصبه، مواطنين، ضباط في الأمن، الأمن نفسه، الكهنة والكنيسة والنشطاء الحقوقيين، وكلهم تكاتفوا على مدار 24 ساعة في اليوم وبذلوا جهد كبير جدا حتى استعادوا جيني عزيز. بنرجو من نفس الناس دي انهم يقوموا بنفس العمل علشان يستعيدوا مريم حنا عبده، زي ما سمعنا من اسرتها انه تعرضوا للأسف لبعض التضليل من بعض الافراد، لكن طلع معانا الاستاذ رضا ابراهيم ووضح هذه النقطة. طبعا يعني في هذا الوضع الاسرة بتبقى زي ما قال الاستاذ رضا يعني غرقان وبيتعلقوا بأشياء، بذلوا كل الجهد وراحوا يعني مديرية أمن الجيزة ومنها إلى بورسعيد أو الإسماعيلية بحثا عن بنتهم، لكن حتى الآن لم تظهر مريم حنا عبده. هنضع صورتها مرة أخرى على الشاشة أمام حضراتكم. بنرجو أي حد يشوفها، أي حد يتعرف عليها، يتواصل مع القناة، قناتكم سي سات، أو مع البرنامج، وإحنا بدورنا حنتواصل مع أسرتها ونبلغهم بأي أنباء أو أي معلومات تبلغونا بيها عنها. بنرجو أنه في الساعات والأيام القليلة القادمة، يعني نرجو أن إحنا الحلقة الجاية نزف للجميع خبر عودتها، وده لن يتحقق إلا لما يتكاتف الجميع زي ما تكاتفوا لاستعادة جيني عزيز الأسبوع الماضي.